وتفاصيل هذه المجموعة مع حمادي القرطبو. واللي حيسدد أما تلعب. يا سلام يا سلام يا دعيع، يا سلام يا رائع، يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا محمد الدعيع. حتما هي أجمل الذكريات الإماراتية عندما استضافت الإمارات البطولة العام 96 من القرن الماضي. حينها التقى الأبيض الإماراتي شقيقه السعودي في النهائي، وركلته الترجيح تهدي اللقب للسعودية ليكون بلوغ الدور النهائي أفضل الإنجازات الإماراتية. الإمارات تشارك في النهائيات للمرة التاسعة في تاريخها، والمنتخب الإماراتي لعب 36 مباراة، فاز في 12 منها وتعادل 8 مرات وخسر ضعفها. أول ظهور للمنتخب الإماراتي كان في العام 80، وآخر النتائج هو المركز الثالث في النسخة الماضية. الإماراتي أكمل وصيفا وثالثا ورابعا في العام 92، إلا الذهب الآسيوي لم يتذوق حلاوته بعد. هذا التاريخ الإماراتي في البطولة، لكن كيف كان الوضع بعد العودة من أستراليا قبل 3 سنوات؟ قبل الإماراتي هو أفضل فريق عربي وخليجي، عربي آسيوي وخليجي، أنا برأيي في الوقت الحاضر، إنه هن عندهم 5 لعيبة على مستوى عالي جدا. نعم. لازم يطلعوا يحترفوا برا مصطفى بصراحة. مين هن؟ لهن خميس إسماعيل، عمر عبد الرحمن، عامر عبد الرحمن، أحمد خليل، وعلي مبخوت، 5 على مستوى أكثر من رائع، هن العمود الفقري تاع الفريق. حلم الاحتراف الخارجي لم يتحقق إلا عموري احترف في السعودية ثم أصيب، ومهدي علي رحل ليحل محله الإيطالي الشهير زاكيروني المتوج سابقا بالذهب مع المنتخب الياباني قبل 7 سنوات. حتما سيستفيد المنتخب الإماراتي من إنجاز العين في كأس العالم للأندية بحضور الروح العالية والمعنويات المرتفعة والثقة المضاعفة، وحتما ستتأثر المجموعة بغياب عموري، لكن الجميل في الإمارات هو أن جيلا جديدا بات جاهزا لحمل المشعل واستلام زمام الريادة من الجيل الذهبي الذي يقوده الهداف الذي لا يرحم علي مبخوت. طموحات الإماراتيين كبيرة رغم النتائج المتواضعة للوديات بقيادة زاكيروني، ففي 7 وديات فاز الإماراتي 2 فقط وتعادل 3 مرات وانهزم 2، فهل يفعلها مبخوت وزملاؤه وهم الذين يحتلون المركز 9 في الترتيب الآسيوي؟ منتخب عربي ثان في المجموعة الأولى هو المنتخب البحريني، وأجمل الذكريات البحرينية تعود للعام 2004 في الصين، وحينها ضرب البحريني موعدا مع التألق والإبداع ليعود بالمركز الرابع. البحريني شارك في النهائيات الآسيوية 5 مرات، أول ظهور كان في العام 88، وآخر ظهور يعود للنسخة الماضية. لعب 19 مباراة، فاز 4 مرات وتعادل 5 مرات وانهزم في 10 مباريات. حتما ستكون المواجهة الإماراتية البحرينية من الأقوى في المجموعة، والأمل أن ينجح البحريني بقيادة حارسه المتألق سيد جعفر في التأهل صحبة الإمارات إلى الدور الثاني. والطريف أن سيد جعفر شارك في نهائيات الصين وعايش الإنجاز رغم أن عمره حينذاك لم يتجاوز 18 عاما. المجموعة الأولى تضم كذلك المنتخب الهندي، وحتما سيقول كثيرون لا علاقة للهند بكرة القدم، فالعشق الأول والأخير عندهم هو الكريكت،
لكن ما لا يعلمه أكثرنا أن سجل الهند في نهائيات أمم آسيا يقول إنها فازت بمركز الوصيف في العام 64، أي في النسخة الثالثة للبطولة. والهند صاحبة التصنيف الخامس عشر آسيويا، شاركت 3 مرات في النهائيات، لعبت 10 مباريات، فازت مرتين وتعادلت مرة وخسرت 7 مرات. أول ظهور للهند كان في النسخة الثالثة، وآخر ظهور يعود للعام 2011. التايلاندي هو رابع منتخبات المجموعة، وهو المصنف في المركز 22 آسيويا. وحتما ستتفاجؤون عندما تعلمون أن تايلاند فازت بالمركز 3 العام 72، أي في النسخة الخامسة. آخر ظهور لتايلاند يعود للعام 2007، والمنطق يقول إن الإمارات والبحرين هما الأقرب للعبور، فهل يؤكدان ذلك على أمل الذهاب أبعد في البطولة؟ حمد قردبو، صدى الملاعب.